الأمراض النهارده زادت، وفي أمراض لحد النهارده ما حدش عارف جايه منين. حتى السمك والبطن اللي طلع النهارده فيه أمراض ومرض مش عارفينه منين. حتى السمك اللي بناكله، حتى الأكل مش عارفين المرض اللي طالع من البطن ده إيه. منعنا أكل اللحم ومنعنا أكل الدجاج، حتى السمك غلوه علينا وبدأوا يصدروه بره. اللي فين رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء هنا أصول يقول إيه على تصدير السمك بره؟ قالوا مش هناكل سمك. جيبوا التجار الكبار برضه، هم الدخل. التجار اللي بياكلوا اللي استحلوا الحرام، اللي استحلوا الدولة، الشعب اللي ماشيين في طريق ضد الدولة، خدوا السمك من السوق وصدروه بره. يعني ما خسروش حاجة. يعني كل اللي هيقفلوا النقابات وكل اللي بيعملوه ده هو في الأسماك ملوش لازمة. لازم يطلع قرار من رئاسة الوزراء عدم تصدير السمك لبره. النهارده السمك ب 35 وأكثر ومزيد. منين؟ منين؟ لما النهارده ظهرت آفة في السمك في المشط، مش عارفين ناكل المشط السمك. المزارع اللي أصلاً ما يتاكلش، اللي متغذى على مياه الصرف، أمراض بتدخل جسمنا، بلاوي بتدخل علينا، ومع ذلك خدوه التجار الكبار برضه اللي ما بيخافوش من ربنا وصدروه برضه للسعودية وما أعرفش فين وفين وفين. ومصر تاكل روحها برضه. ماشيين في طريق والوزارة في طريق وده في طريق وكل واحد في طريق غير تاني.